الحضور الكريم، دعونا نوجه رسالة لشعوب العالم بأن قادته يدركون عزم المسؤولية ويرون بعيونهم فداحة الكارثة الإنسانية ويتألمون من أعماق قلوبهم لكل طفل بريء يموت بسبب صراع لا يفهمه، يأتيه الموت بقذيفة أو قصف، أو يأتي بطيئاً لجرح لا يجد دواءه أو لجوع لا يجد زاده. دعونا نوجه رسالة أمل لشعوب العالم بأن غداً سيكون أفضل من اليوم. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.